طيب وصلنا لحضراتكم لتحليل مباراة الزمالك وفلامبو. مباراة كانت محسومة للزمالك بالعديد من الأهداف أكيد، بس هيبقى فيه عندنا لمحات تكتيكية كده سريعة مع تامر وعز عشان كمان هنتكلم على الكلاسيكو. تفضل يا تامر. في مباراة الزمالك ظهر شوية مشاكل عند الزمالك في الخروج بالكورة بالتحديد في الشوط الأول، وطريقة اللعب كانت 3-4-2-1 أو 3-4-3. الراجل بتاع المدير الفني بتاع فلامبو البطل بروندي كان ذكي، الراجل جه خلى الراجل هما كان بيلعب 4-1-4-1 قبل بس ما نحرك 4-1-4-1، الراجل قام جاي خلى المهاجم بتاعه بيراقب التلاتة وجه عمل ماركينج في منتهى القوة على زكريا الوردي وعلى رؤى باستمرار، والراجل ده بياخد سيد نيمار والراجل ده بياخد فتوح، ساب الكرة مع الناس دي بحيث انه يجبر الزمالك على الطويل. هنعرض الحالات او المشاكل بتاعة الزمالك باستثناء اللعبة الاولى الوحيدة اللي نجحت بتاعة ضربة الجزاء. بس يا شباب هنقف، ادي الشيب بتاع فلامبو، راجل مهاجم واربعة وراه وبعدين واحد في الدايرة وبعدين الاربعة بتوع الخط الخلفي على طول 4-1-4-1 من فلامبو. يلا يا شباب هم كانوا بيلعبوا زون وبعد كده عملوا مان تو مان لما دخل فيهم جون وخلاص، هو كده كده الماتش كان منتهي، بس يعني لما انتهى تماما يعني من وجهة نظر مظبوط. التحضير بالتلاتة ما عندوش اي مشكلة، هو سايب الكور بس عايزك بقى تحط عينك على زكريا الوردي ورؤى باستمرار متراقبين. هنمشي بص الراجل رايح لرؤى في منتهى القوة، الاتنين متراقبين تماما، يرجع بظهره ويرجع، عشان كده الزمالك اخد وقت طويل مش عارف يطلع من نص ملعبه لغاية لما نجح في واحدة حطها لسيف الدين الجزيري اللي احنا متمرنين عليها كالزمالك، بنحطها له على طرف من الاطراف وفارق السرعه يبان. بص الزمالك واخد وقت طويل ازاي عشان يطلع من نص ملعبه، ليه؟ زكريا الوردي ورؤى، بص الراجل نازل مع رؤى ازاي باستمرار لغايه لما سيف هرب واتعملت اتعودنا زي كوره الاهلي لما سيف راح على الطرف وعملها لزيزو، المره دي راح على الطرف واخد ضربه جزاء، دي الوحيده اللي نجح فيها الزمالك. يلا يا شباب اللي بعديها، طبعا دي ضربه الجزاء، الكره مع عواد، الزمالك بدا التحضير، الراجل رايح لرؤى، بص لازق لرؤى والتاني رايح لزكريا الوردي، بس اقف كده يا شباب اقف اقف بالصوره 4-1-4-1 الشيب بتاع فلامبو على طول. يلا بص الزمالك بياخد وقت قد ايه، والنهايه دايما بتاعه التحضير بتبقى ايه، الراجل لازق لزكريا الوردي ولازق لرؤى وسايب الفرود بالبلدي كده بيناور مع الناس، اول لما بيحس ان في ضغط بص في منتهى الخطوره اللي عواد بيعمله، الراجل جاي مع زكريا الوردي في منتهى الخطوره اللي عواد بيعمله ممكن تكلفه الجون على طول طبعا. يلا اللي بعده حالتين كمان عشان يبقى خلصت، ادي برضو عواد بيبدا التحضير 4-1-4-1 والناس لازقه للوردي ولازقه الرؤى، ده منظر الزمالك الطويل ما كانش ليه عنده. اللي بعده التحضير لازق للوردي اللي نازل يستلم وبالتالي ما فيش غير الطويل. اللي بعده فتوح لحقها، دي اخر حاله او في واحده بعديها. اللي بعده الراجل جه لزق لرؤى، هتدخل في عمق الملعب ماشي ضغط لدرجه ان ابراهيم انضاي نزل لحد تحت من كتر ما الزمالك مش قادر يطلع بالكوره، عواد عملها وبالتالي طويله ملهاش اي خطوره لان سيف وسط اتنين وبالتالي قطع فلامبو وحرم الزمالك انه يلعب كوره. اخر حاله اهو عندي، بس واقف يا شباب بص الاثنين اللي عند الحكم يا هيما، بص الماركينج بتاعهم عامل ازاي، الوردي ورؤى متراقبين تماما، مراحل تدرج الهجمه ما بتمرش عليهم. يلا حمزه واحده طويله صعبه وبالتالي يسيطر عليها فلامبو، فاذا الزمالك كان عنده مشاكل كتير جدا في الطلوع بالكوره. الراجل بقى جده عمل ايه؟ قال لك طب يا فرحتي أنا يبقى عندي ثلاثة، واحد بس بيهددهم دايما بالضغط عليهم، طب ما أنا أشيل واحد من الثلاثة وأزود على الاثنين اللي متراقبين دول واحد يديني حرية حركة. فعمل إيه؟ الراجل عمل إيه؟ ما طلعش حد من الثلاثة، كل اللي عمله هو طلع بس سيد نيمار ونزل مكانه عمر جابر وفتح بحمزة وودع عبد الغني وبقى حسام عبد المجيد وفتوح، وبقت الأربعة ثلاثة رؤى وعمر جابر وزكريا الوردي زود واحد بالظبط. تعال نشوف اول حاله في الشوط الثاني، بدا يبقى فيه مساحات في نص الملعب للثلاثه بقى بتوع نص الملعب يقدروا يستلموا. اول حاله في الشوط الثاني يا شباب عشان اخلص،
ادي الزمالك بيحضر. بص رؤى بقى معاه مساحات، الراجل جاي له من بعيد جدا، فاذا بدا يلمس الكوره. الاول ما كانش بيلمسها لانه متراقب على طول. بص عمر جابر في الدايره معاه مساحه، وبالتالي المساحات بدات، الزمالك بدا يتنفس، وبالتالي بدا يطلع بالكوره من ورا لقدام على الارض ويوصل على الارض زي ما انت شايف لغايه خط السته، لولا ان ابراهيم انداي عاوز زي ما بنقول كده ايه يدخل بالكوره لغايه جوه الجول. ما تخلص قلتش بشمالك خلص. طبعا الهجمه ما زالت خطر، والزمالك بيلعب كوره على الارض وطلع بالكوره من ورا لقدام.